الجزء الثاني ماشي بعيد على الاطفال ونزول عند رغبه واحد الاسره كانوا يطلبوني صراحه بحكم ان غادي يحتفلوا بعيد ميلاد ديالهم. جيهان اللي غادي تكمل 7 سنوات، فانا كنتمنى لها طول العمر جيهان ان شاء الله بصحيحه وسلامه وبالنجاح، والام ديالها اكيد ام ديالها غيتا وكذلك الافراد الاسره كاملين. كانت لباتني جيهان في عمرها 7 سنوات، قالت لي عافاك تاتي بغيتنا تعطينا شي نهار في الحلقه ديالك، انا كنسمع لك كل صباح، بغيتك شي نهار تعطينا يعني لا تاخذ نحضرها في الدار انا وماما ونحتفل بها في لانيفيرسير ديالي. فاثرت في هذيك الكلمه هذه، قلت والله ان شاء الله في حلقات لاله فاطمه هذا الاسبوع غادي نعطيها لكل الوليدات اللي كيحتفلوا بالاعياد من الميلاد ديالهم هذا الاسبوع. وما جبناش اي حد، جبنا اكيد ملك الشوكولا بامتياز شاف ديالنا بوشعيب اللي اليوم غادي يمتعنا باحساس الشوكولا في داخل بلاتو لاله فاطمه. فانا كنت عطيته الطلب اليوم غادي يعطينا تارت ان شاء الله لانيفيرسير، غادي يعطينا كذلك انواع الكلاس بحكم ان الوليدات كيحماق بلا شجره سميتها كلاس، وغادي يعطينا ايضا مفاجآت واسرار على تحضير الشوكولا. اول حاجه توحشناك شاف بوشعيب، مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بي عندكم، مرحبا بكل المستمعين خارج المغرب وداخل المغرب، مرحبا بالشوكولا اللي حاضره توجور معنا. اكيد انا جيت وجبت معايا الجديد، جبت معايا دي غوسيت اللي هما جداد، جبت معايا طريقه زوينه لتحضير الكلاص وسريعه وسهله. جبت معايا طريقه سهله وبسيطه وممتعه لتحضير طرطه ديال عيد الميلاد، ونتوكلوا على الله ومرحبا بكم من جديد ان شاء الله. شيف بوشعيب دائما ما شاء الله الجديد والاستمتاع في النكهات وفي الاذواق، وديما كل نهار كتفاجئني بالوصفات ديالك. هادشي علاش انا اختاريت الجهه اليوم ككادو ديالها حضورك معنا في بلاطو لاله فاطمه، والبزاف ديال الوليدات اللي هما تيحمقوا يمكن احساس زوين كتكون ملي كتحضر يعني التورته ديال عيد الميلاد احسن ما كتقتنيها ولا تشريها واجده، كيكون فيها احساس الاسره الام كتوجد الوليدات فرحانين. فاليوم ان شاء الله قلت تعطينا زوينه سهله وبطريقه جديده يلا جيهان تمنى تكون كتاخذ ورقه وستيلو وتقيد معنا. تمام جيهان، اهلا وسهلا وهابي بيرثداي فيرست. نتمنى على انك تكون حياتك كامله حلويات وسعاده ان شاء الله وشوكولا. عن نزول عن الرغبه ديالك وعن طلب السميه، فانا حضرت اليوم طرطه بكل المكونات ديالها بالكلاصاج اللي هو المزين اللي هو ذاك لاكريم اللي كنديروه فوق من الكاطو، كيكون اسود ولكن كيكون بريون كيكون زوين. هذا هو الكلاصاج. وكاين لاموس اللي كتكون بالشوكولا، واكيد على ان كاع الوليدات الصغار والكبار كلشي تيعجبو الشوكولا، وخصوصا لاموس الشوكولا. ملي كنقولوا لاموس الشوكولا لي فرونسي يعرفوا علاش قالوها. انا عندي توجور واحد التعريف اللي هو زوين بزاف وما عمرني نسيتو، توجور تنستحضرو ملي كنبريباري لاموس الشوكولا. لاموس الشوكولا تقريبا كتعني هي لي فرونسي سموها لاموس الشوكولا لانهم توجور تيفكروا في هذيك لاموس اللي ديال البحر اللي كتكون كتشوفها فاش كتكون امواج كبيره كتستقر فوق صخور، ولكن ملي كتلمسها كطير ما كتلقاهاش. سكو في لاموس الشوكولا كتدوب كتمشي كتدوب في الفم، يعني كتشوفها قدامك كتحس بوجودها ياك. ما كتحس بوجودها وكتبغي منها كثير وكتبغي تاكل وتعاود تاكل وتعاود تاكل. الله يشافيك. اليوم كيف ما قلنا هي دعوه لكل امهاتنا انهم يعيطوا لنا الا بغاو اي سؤال للشيف اليوم بوشعيب. اليوم الشوكولا حاضر بامتياز في الوصفات ديالو في الاطباق ديالو، وغادي نبداوها بلا طاخت ديالنا ان شاء الله. ولكن قبل الى عندكم اي فكره عندكم اي سؤال محتارين شي تكنيك او شي طريقه ما تزقلكمش في البيت بغيتو تسولوا عليها اليوم الشيف بوشعيب، فنزول عندنا رغبات بزاف ديال المغربيات هو حاضر معنا في بلاتو لاله فاطمه. مرحبا. 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33، او تقدروا تواصلوا معنا عبر صفحتنا ايضا على الفيسبوك لاباج اوفيسيال، كتبوا لنا تعليقات اسئله او بعض الوصفات الاطباق اللي انتم بغيتوها، فمرحبا بكم معنا. اذا اليوم غادي يكون 100% اليوم شوكولا، واليوم ان شاء الله حلقتنا غادي تكون كلها طبخ وكل ابداعات ديالك. مرحبا. غادي نبداو بلا طاخت ديالنا ياك شيف؟ غنبداو بلا طاخت ديالنا، غنبداو بالكلاصاج شوكولا. الكلاصاج تمام، لان في لاباج ديالي شيف بوشعيب توجور كيسولوني الناس على الكلاصاج، علاش بريوم، علاش كيصدق مزيان، علاش عنده واحد السر ديالو هو على انه سهل، وسر كيبقى في الزانغريديون اللي كيديروا في المقادير اللي كتستعمل فيه هي اللي كتخلي هاد الكلاصاج كيكون زوين بريوم كيكون لامع وتيجذب الانظار.
تقولوا العين كتاكل قبل ياك بيان سور العين وسبيسيالمون في لاباتيسري. انا توجور واحد القضيه اللي كنبغي نقولها في لاباتيسري في اكبر اوتيلات العالم يمكن تقدم اي حاجه تقدم، ولكن الا ما كانش الديسير مزيان ما كاين والو، كل شيء كيمشي العمل كيمشي يعني فرغ، بينما راه كان الديسير هو الخاتمه ديال 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 اي حيت ولكن كان الاخر كتبقى عقل عليه تمام كتبقى كتنسى الماكله الكل الديسير كيكون هو الاخر كتبقى عاقل عليه وكيعجب لي فان بزاف، وغالبا اي واحد تيحط فلوسه في اي اوتيل ولا ريستورون تيبغي يكمل بشي حاجه مزيانه. احنا كمفاجاه ان شاء الله غادي نوعد مستمعينا خصوصا الناس متابعينا المشاهدين ديالنا على اليوتيوب وعلى قناتنا ايضا، غادي يكونوا مفاجات مع شيف بوشايب ان شاء الله، لان بزاف الناس كيبغيو يشوفوا الصوره كيبغيو يشوفوا التكنيك الخدمه تيبغيو يشوفوا المراحل كذلك ديال الاعداد اي حاجه خصوصا هذه الانواع اللي غادي نذكروا لها ان شاء الله غادي تكون مصوره. فترقبوا معنا ان شاء الله في الاسابيع الجايه وفي الايام الجايه ان شاء الله، ما نطولش عليها ان شاء الله الايام ان شاء الله، لان انا عارفه نضغط عليك بزاف الخدمه وعندك شويه هاد الايام ديال الوقت ديال هاد الايام هي من بعد الدخول بعد العطله اللي كنت قضيتي ما شاء الله العطله ديالك، فدابا كنستعمل في النشاط كنستعمل النشاط تمام نتفوجوا وقتي كله المستمعين ان شاء الله. الله يعطيك الخير. يلا نمشيو شيف ديالنا بوشايب، نبداو بالمرحله الاولى، غنبداو بلاباط، غنبداو بالكلاصاج غنبداو بالكلاصاج، لان الكلاصاج مهم على انك تسبقه هو الاول، لان كيبغي يبقى يبرد يتربوزا شويه باش كتوصل لواحد لا تمبيراتور اللي يمكن ملي تكلاصي به لاطارد ديالك ما وبهش. اذا المرحله الاولى نبداو بالكلاصاج، عندنا 200 غرام ديال الشوكولا اسود. توجور انا كنأكد على انه 200 غرام ديال 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 الشوكولا اسود. كنديروا معها عفوا خليك معايا غادي انا كنعطي واحد لا روسيت ثانيه اللي هي ديال الكلاص والشوكولا اللي غادي نجيب. هذا الكلاص اللي بغيتي نبداو به؟ لا غنبداو بالكلاصاج. شوف عرفتي اش غندير؟ نبداو بالكلاص هو الاول بحكم انك بديتيه، فرض علينا راسو ماشي مشكل، الكلاص جا هو الاول لان الوقت ديالو. الوغ نعطيو الكلاص هو الاول ومن بعد نخليو في الاخر باش نركزوا مزيان ناخذوا لا تارت ديالنا. مرحبا. يلا. اذا خليو في بلاصه الكلاصاج كلاص شوكولا لان الوقت ديالو وبزاف الناس، وكان طالب انا مازال كنتذكر كان طالب ديال واحد السيده من وجده. اخر يمكن لقاء اللي كان جمعنا بيناتنا كان طلبتنا مستمعه كلاص وشوكولا. تمام كلاص وشوكولا وجا الوقت باش توجدي لالا الكلاص ديالك في الدار وتستمتعي به انت والوليدات ديالك والناس العزاز عليك. توجور كتبقى 200 غرام شوكولا اسود، انا كنقول توجور شوكولا سوداء من تكون مزيانه في الكاليتي ولكن ما تكونش كاع غاليه بزاف. كنضيفوا وكنزيدوا عليها 200 120 غرام ديال السكر سنيده مسحوق و 80 غرام ديال السكر كلاص، 50 غرام ديال القشطه طريه وثلاثه ديال البيضات. هادو هما لي زانغريديون غنعاودهم باش ما يفوتوش لان بزاف المستمعين غالبا نحاولو نغيب شويه باش يقيدوا على مهم. تمام. 200 غرام شوكولا اسود، 120 غرام سكر سنيده يكون مسحوق مزيان من الاحسن، 80 غرام ديال سكر كلاص و 50 غرام ديال القشطه الطريه، ثلاثة ديال البيضات. طريقة ديال التحضير، أولا أنا حاولت نفرقها على 8 ديال المراحل باش يكون التسجيل ديالهم سهل. في الأول غادي ندوبو الشوكولا، سواء أنا ندوبوها في الباماري ولا ندوبوها في الميكرووند. ثاني غادي ناخذ الصفر ديال البيض، لان ثلاثه البيضات اللي عندنا غادي نفرقوا البيض على الصفر، الصفر غناخذوه بوحدو هو اللي غادي نضيفوه الشوكولا، غنخلطو مع صفر مع الشوكولا وغنزيدو عليه السكر، من بعد غنزيدو عليه القشدة الطرية، غنخلطوه مزيان ونحطوه إلى جانب، غندوزو البيض ديال البيض اللي بقى عندنا غادي نطربوه هو السكر كلاص، غندير واحد المورانغ غيكون شاد شويه، يعني بدون نخدمو حتى كنحس بيه كيبقى شاد غيعود شاد في راسو شويه.
في المرحلة التالية غادي نجمعوا ما بين الخليطين. الخليط الأول اللي هو كان شوكولا وسكر سنيدة وليجون دوف، والخليط الثاني اللي هو المورانغ اللي هو البيض ديال البيض وسكر غلاسي. غادي نخلطوا هذا الخليط هذا، بالتالي غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس وخفيف. هذا الخليط هذا غادي ناخذوا ليمول، كاين عندنا هذوك ليمول ديال السيليكون اللي كيكونوا كيداروا فيهم لي كاطو، ولا كيكونوا فيهم ولا كتقدر دير شي كويسات ديال الزاج ولا ديال الميتال ديال الانوكس كيكونوا صغيورين، كيعمروا وكيدخلوا المجمد واحد 4 ديال السوايع المينيموم. تقدر تخليه حتى النهار التالي ماشي مشكل. فاش كتجبدي هاد الكيسان ولا هاد ليمول من الكونجيلاتور من المجمد، من الاحسن بالنسبه لهذوك لي مول سيليكون تسني واحد 5 ديال الدقيق، وبالنسبه لي مول اللي كيكونوا ديال الميتال ولا ديال الزاج يداروا في واحد شويه ديال الماء سخون واحد شويه، وكتاخذي البلا ديالك وكتعاودي تفرغي هذوك لي مول ديال الميتال ولا ديال الزاج، بين ما هذوك لي مول ديال السيليكون كتحاول بالاصابع ديالك تدفع هذاك الكلاص اللي كيكون ديجا تجمد باش يخرج باش نخرجو وتديرو في البلا ديالك وكتذوب واحد شويه ديال الشوكولا وكتديكوري من الفوق. السر في هذا الكلاص هذا هو على انه ما كيكونش ما كيتكريستاليزاش، كيبقى بحاله بحال الكلاص اللي كتشري من كيقشط في القوام ديالو كتبقى فيه واحد الفيسكوزيتي زوينه في الماكله ديالها. وكيكون صحي. علاش صحي؟ لان ما فيهش لي كونسيرفاتور، ما فيهش لي ستابيليزاتور، هذوك المواد الحافظه ولا المواد المثبته اللي كيديروها ما كتكونش فيه، وهذا الشيء مزيان بالنسبه للوليدات الصغار. وانا كنصح توجو للمستمعين الكرام على انهم يستعملوا هذا الكلاص للوليدات ديالهم في الدار ديالهم. وكنصحهم نصيحه ثانيه، ولا كتب عليهم وبغاو يشريو لي كلاص ما يشروش الكلاص الغالي بزاف، لان الكلاص كل ما غلا كل ما كتزاد فيه مواد اضافيه، وهذيك المواد كتكون ماشي صحيه 100% بالنسبه للابناء ديالهم. واخا هنا نفضلهم يحضروا هذا الكلاص هذا بعد. اول حاجه نوع عائلي، جمع كاع العائله، فيه مشاعر وفيه ديك الدفى ديال الاسره، وفيه خلاص انه غادي يعطينا حجم عائلي يقدر يكفانا كاملين. ما تختار كنشريو وما كيكفاناش، خصوصا الكلاص ما كنشبعوش منه. تمام بيان سيغ. فهاد القضيه هادي نحضروا ونخليو وقت ما بغينا مثلا نتناولوا الكلاص كيتحضر وكيبقى في الكونجيلاتور. كل مره كتجبدي الوليد ديالك ولا البنيه ديالك ولا جاو عندك الاصدقاء ولا العائله وهذا، كتجبدو كديكوريه بشويه ديال الشوكولا من الفوق، ولا كتلوح فوق منه شويه ديال الصوص الشوكولا اللي هو ساهل باش تصيبو، واحد الوريقه النعناع وهذا باش كديكوريه. وهذا واش تيدا ساهل اقتصادي ورخيص. اقتصادي ورخيص. واخا حنا قلنا على جوج مراحل ياك شاف بوشعيب. نعاودوا المقادير. انا غنعاود المقادير وغنعاود الطريقه بسرعه وبالتفصيل. عندنا غير المقادير، دابا نفهموا معنا الطريقه، ناخذوا غير المقادير باش يقيدوا. المقادير هو 200 غرام ديال الشوكولا ديال الشوكولا اسود، 200 غرام ديال الشوكولات الاسود، 120 غرام ديال السكر سنيده، 120 غرام ديال سكر كلاص. من الاحسن يكون السكر سنيده ماشي كلاصي، من الاحسن يكون مسحوق مزيان، لان سنيده الفرق سنيده ناخذوا السكر سنيده. تمام. و 80 غرام من السكر كلاصي. ناخذوا 80 غرام اخرى ديال السكر كلاصي. وكناخذوا 50 غرام من قشده طريه. 50 غرام ديال لاكريف فريش، يعني القشده الطريه. و 3 ديال البيضات. دابا غنبداو في المراحل ديال تهيئ حلوه عيد الميلاد. اللي هي المراحل ديالها هنا المهم. هنا صحيح. شوف الخطوه الاولى غادي نقدروا نبداو بها، قلتي لا موسي الاولى. غادي نديروا الكلاصاج الاول. الخطوه الاولى كلاصاج، والخطوه الثانيه غادي نديروا البسكوي، والخطوه الثالثه غادي نديروا لاموس، والخطوه الرابعه غنديروا هذيك لافاز المقرمشه، هذاك الخليط اللي كيكون فوق من البسكوي وكيعجب المغاربه بزاف وكيعجب كل شيء، هو لانه كيبقى محافظ على هذيك التقرمشه ديالو واخا وسط لاموس. وهذا هو السر واللي بزاف الناس ما تعرفوش، لان اي حاجه كديرها مقرمشه مع الميديتي اللي كتكون في لاموس كتمشي ليها،
ولكن كاين واحد السر اللي غادي يخلي هذيك الفيتين ولا الكونفليكس كاع اللي ما عندوش الفيتين يقدر يدير الكونفليكس وتبقى مقرمش واخا تخلوه شهر في الكونجيلاتور. هذا شابو شعبان يخلطوه مع لاموس يعني غادي يكون من الداخل؟ لا هذا غيدار فوق من البسكوي ولاموس غدار فوق منه. واخا اوكي انت كتاكل دابا لاطارت غادي تحس بداك التقرمشه من الداخل. التقرمشه كتكون كتاكل لاطارت اول حاجه كتلقى بها هو الكلاصاج ثم لاموس ثم هذيك لافاز اللي كتكون مقرمشه والبسكوي كيكون هو التحتاني. كيف كيكون شي حاجه اللي هي ماشي بزاف الناس كيعتقدوا صحاب من لوز ولا كركاع تمام لا هو ماشي لوز ماشي كركاع هو فيتين وواحد الماده خاصه اللي معروفه في السوق بالاسم ديال الفيتين وكاينين الناس اللي كيعوضوها بشي حاجه مقرمشه بحال شكل ديال الكونفليكس وتيتخلط مع الشوكولا وغنزيدوا ليه واحد شويه ديال الزيت وغادي نديروه فوق البسكوي وغادي يكون هائل ورائع. هادشي من بين الاختيارات بزاف الناس تيقولوا لي عافاك لما الا كنتي غادي تصوري مع الشيف باش تصوري مع هاد لاطارت اللي انت كتقولي لنا المقادير ديالها باش نشوفوا المراحل وطريقه التحضير. تمام فشنو غادي تعجبها بزاف ياك نشوفها بصوره نشوفها بالصوره بالوضع ان شاء الله. واخا ان شاء الله. اذا الخطوه الاولى قلنا غادي نبداو شيف ديالنا نحضروا هاد الكلاصاج المقادير نعطيو المقادير مضبوطه باش يقيدوا معنا. نعطيو المقادير مضبوطه وببطء باش كلشي شتها. 50 غرام ديال الجليكوز كلشي تيعرف الجليكوز هو واحد النوع ديال السكر اللي سائل موجود ورخيص ما غاليش بزاف. 80 غرام ديال السكر سنيده 80 غرام ديال الماء و 400 غرام ديال الناباج. الناباج راه معروف هو اللي كنديرو فوق من اللي فروي باش كيعطيهم داك لابريونس ديالهم الماكياج ديال لي طارت فروي. هذا كيكون على شكل سيرو يمكن كيشكل هو على شكل سيرو حتى اللي ما كانش امكانيات الناباج يقدر يصوبو غير بالماء والسكر لا تقدر في بلاصه الناباج نديرو واحد السيرو اللي تقريبا فيها قد السكر قد الماء وغادي نضطروا نزيدوا واحد الوريقه ولا جوج ديال الجيلاتين لان الناباج كيكون شويه عاقل شويه وتعطي واحد لابريونس تعطي تا لوكو ولكن الناباج راه رخيص وموجود وكل شيء تيعرفو. حنا كنعطيو الحلول البديله حتى مولا الدار ما لقاتش تقدر تقضي ما كاينش مشكل هو لانه عوض الناباج يتحيد الماء الاول وهذيك 400 كدير فيها 200 غرام ديال الماء و 200 غرام ديال السكر وواحد شويه ديال الفاني باش تنسمو وكتزاد معاه واحد جوج وريقات ولا ثلاثه ديال الجيلاتين باش يعقدوا ويشدوا. تمام لان في الاخر غتكون عندنا جيلاتين ولكن عوض ما غيكون عندنا خمسه ديال الوراق ديال الجيلاتين غيعودوا عندنا سبعه ديال الورقات جيلاتين. نلا نرجعوا للروسيت غنبداوها من الاول باش نكملوها ببطء. 50 غرام ديال الجليكوز 80 غرام ديال السكر سنيده 80 غرام ديال الماء 400 غرام ديال الناباج و 80 غرام ديال البودر كاكاو. ماشي ضروري يكون الماده غاليه لان البودر كاكاو كاين فيه اللي غالي وكاين فيه اللي بثمن متوسط من الاحسن يكون هذاك الاسود اللي باش يعطي ذاك اللون مزيان اللون مزيان. خمسه ديال الورقات ديال الجيلاتين. سيداتي الا اضطريتوا على انكم ما تستعملوش الناباج لعدم وجوده للتوفر ديالو هذيك 400 كدار كيتحيد الماء الاول وكيبقى 400 غرام ديال السيرو اللي هي 200 غرام ديال السكر و 200 غرام ديال الماء مع واحد شويه ديال الفاني اللي تنسمو. واخا اذا هادو هما المقادير ياك شاف بوشعيب. هادو هما المقادير اللي غيطلع بهم واحد الكلاصاج بريون هائل واسود ومو يعني كيجذب العين. اييه واخا شنو عاوتاني المرحله الثانيه بعد ما خدينا المقادير ديال الكلاصاج نكملوا المقادير الاخرين ولا نمشيو خطوه؟ لا خطوه من الاحسن باش ما نرتبوش الخدمه ديالنا. تماما الطريقه ديال الاعداد ديالو اول حاجه نديرو هو في واحد الكاسرول غادي نحطو الجليكوز. فاش كتكوني تعبري الجليكوز بيان سيغ كاين ديزاستيس كاين طرق باش ما يلصقش لك في يديك لانه هو معلق وكيلصق في اليد وهذا حاولي تمري يدك على الماء بارد وكتعبرو بالاصابع ديالك ولا كدير شي عشق صغير الا ما بغيتيش توسخ بزاف ديال الماء استخدم هاد لاستيس هو لانه دويز يدك على الماء بارد وغتهز ما غيبقاش لاصق في يدك. الجليكوز غدير 50 غرام في واحد الكسخول كتزيد عليها السكر سنيده وكتزيد عليها الماء كطيبو كيعود سيرو.
نخليو فوق العافيه الهيله. فوق العافيه الهيله. صافي تطلق ولا علاش كسيرو؟ تشكل سيرو يعني الغليان ديالو. اجي شاف بوشامان جوج شويه سكر حلو بزاف سنيدها مع الجلوكوز. لان كاين واحد 80 غرام اللي هي كثيره ديال بودر كاكاو وهو كيكون حار. حار غادي يجي مع الحلاوه. غادي يجي غادي يجي. واخا. غادي يجي مزيان. ما يمكنش تنقص من السكر لان سينو غادي يجي حار بزاف. من بعد ما يغلى غادي نزيدوا عليه الناباج 400 غرام ديال الناباج. غادي نحركو مزيان غادي نردوه واحد شويه طيب ما غنطيبوش مزيان باش ما نحرقوش لي زانغريديون اللي كاينين في الناباج. وديما حنا عينا على الحاجه فوق العافيه ما نخليوهاش ونسجو ما واخا تغلى شويه ماشي باس. واخا تغلى شويه ماشي مشكل. من الاحسن يغلى شويه باش يتجانس باش يشد في راسو مزيان. هنا كتبقى 80 غرام ديال بودر كاكاو من الاحسن يكون مغربل قبل. ايه مغربل قبل. بارفو كيكون بقى واحد المده طويله كيديروا فيه واحد الحبيبات صغيره كيتكوروا وكيصعب عليك على انك تخلطها مع الخليط بالفوي. من الاحسن يكون مغربل. خمسه ديال الورقات ديال الجيلاتين. خمسه ديال الورقات ديال الجيلاتين كيذوبوا في كيتحطوا ماشي كيذوبوا وانما كيرطابوا في الماء. من الاحسن يديروا الماء بارد وانما خاصو يكون الماء بارد وكاع تزيد فيه لي كلاصون مزيان باش هذاك الماء سخون ما ياكلش لك من الوريقات ديال الجيلاتين. انت درتي خمسه في الاخر تلقى اربعه ولا ثلاثه. صح الماء سخون كيذوب تمام كيذوبهم كيذوب كيمشي. ولكن واحد الطريقه اخرى اللي هي اسهل هو لانه الجيلاتين كيابسورفي سته المرات الوزن ديالو. إلا قدرتي على انك هذوك الوريقات ديال الجيلاتين تقطعهم شويه صغار وهذا وخمسة غرام الورقه فيها جوج غرام يعني عندك واحد 10 غرام كتزيد عليها واحد 60 غرام ديال الماء. صافي سيتو لانه هو غيحمل واحد 60 غرام مع هذا كيف ما كانت احوال. يعني واخا تحطو في 10 يترو ديال الماء غيهز هذاك المقدار ديالو كيهز ستة المرات الوزن ديالو. يعني عواد ما تبقاش تقلب على الا ما عندكش لي بلاصون هذا لحفق منه الماء 60 غرام وخا يكون دافي غادي يذوبو غادي يديه معاه الخليط. يعني بحكم نتوما التجربه تبارك الله هاد الشيء هذا هو السكري بيان سور كل حاجه عندها لي زاستيس ديالها لي تخيك كيفاش كت كيفاش كتسال. شوف بشعر مثلا ما كلقيناش الوريقات جيلاتين عوضناهم غير بالبودرة جيلاتين. بودرة جيلاتين قدروا نمشيو حتى هي بيان سور بودرة جيلاتين هو جوج غرام في الورقه. جيلاتين اون بودر ولا جيلاتين عاديه راه نفس راه من نفس الماده. ولا انا كنبغي دائما نخدم بالورقه كتكون سهل. الورقه كتكون انا كنفضل الورقه بزاف. واخا من بعد شنو غنديروا؟ الطريقه ديال الاعداد ديالو. اول مرحله قسمتها على مراحل توجور باش تكون سهله حتى في التسجيل ديالها. المرحله الاولى هو لانه يتغلى الجليكوز والسكر والماء في واحد الاناء. ايه. واحد الكاسرول. من بعد الطريقة الثانية كنضيفوا الناباج عليه. كنحركوه مزيان خارج العافية. أيه. كنعاودوا نردوه شوية نحركوه وكنضيفوا البودر كاكاو. البودر كاكاو وكنردوه فوق من العافية مزيان كنحركوه حتى كيبان لنا بدا كيغلى. يعني هذا الشيء كامل غادي نخلطوه خارج العافية. تمام كنخلطوه خارج العافية. كنردوه فوق العافية. نردوه عاوتاني نردوه فوق العافية كنخلطوه مزيان حتى كيبان لنا بدا كيغلى. بدا كيتحرك وهذا واحد شويه غيبدا كيتلاح من الكاسرول من صافي سيتو. يعني تما راه وجد. شحال المده تقريبا خمسه دقائق ست دقائق؟ على حساب العافيه. ليسونسيال هو على انه كيبان لك بدا كيبغى يفيض. ملي كيبدا يفيض من الاناء ديالو صافي خصو يحيد. واخا كيحيد كتحيدو جانبا كتكون الوراق ديال الجيلاتين ديالك واجدين. كتهزهم كتحطهم في الكاسخول مع هذا الخليط الاول كتحرك مزيان ماشي بالماء ديالهم يعني كنعصروهم بيان سيغ توجور توجور الا كانوا داروا في ماء كثير غنعصروهم. كانوا داروا في سته المرات يعني في سته المرات في الوزن ديالهم هو على انهم غنهزهم غنحطهم وغنظلموا لان واخا غنعصرهم غنعصرهم منهم والو لانهم ديجا ابسورباو هذاك الاجر شربوا هذاك الماء شربوا هذاك الماء ديالك باش نفسروا التفاصيل انا كتفرق مع مولاد باش تعرف. تمام من الاحسن هو على انه الماء يكونوا فيه لي كلاصون ويداروا فيه الوريقات ديال الجيلاتين باش تحافظ عليهم. واخا ملي كيكون الخليط وجد فيه ديجا طاب وهذا وتزاد لي جيلاتين كلشي واجد وهذا كنصفيوه.
لان باش كتصفي باش كتحيد منه شي حاجه اللي زايده بحال هذوك الحبيبات اللي يقدروا يكونوا بقاو من بودر كاكاو ولا بعض الطريفات كيبقاو من الجيلاتين استعصى على انهم يذوبوا ولا شي حاجه اي حاجه محتمل على انها تبان عندك في الكلاصاج ديال الكاطو ديالك ما خاصهاش تبان يعني خصك تدوزو في واحد الصفاي وكتحطو الى جانب حيت كيجي من الصور كيجي من الصور ما خاصش يكون فيه شي حاجه تماما كيتحط جانبا تبقى يقدر ديرو في الثلاجة تلغد ليه ماشي مشكل يقدر يبقى هذا حتى ان سومين ولا دو سومين ما كاينش شي حاجه اللي كتخسرو ما كاين مشكل ما كيعقدش شاف المشايب كيبقى في شد في بيان سور كيعقد واحد شويه الا درناه في الثلاجة غادي يتجمع ومن الاحسن على انه نخرجوه نخلوه في الروم تمبيراتور يعني في درجة الحرارة ديال الكوزينة إلا بان لينا باقي شاد كنسخنوه واحد شوية وكنخلطوه نقدروا نطلقوه في شوية نقدروا نطلقوه بواحد شوية ولكن ما نحركوش بالفوي بزاف باش ما يدخلش ليه لار باش ما كيدخلش ليه الهواء لأن هذوك الفقاعات ديال الهواء كيخسروا المنظر من بعد الكلاصاج أوكي الكلاصاج دابا حنا حنا وجدناه صافي نخليو كيتسنى المرحلة الأولى هذه الكلاصاج كيتسنى في الثلاجة ولا إلى جانب في لاكوزين من بعد غندوزو لواحد يمكن البيسكوي اللي غادي نستعملو أو لا تاخت غادي نستعملو ياك بيسكوي ألوغ شنو غادي نحتاجو لتحضير البيسكوي لتحضير البيسكوي توجور أنا نقول الشعار ديالي هو على أنه كل المغاربة خصهم ياكلوا الشوكولا وياكلوا لاموس وياكلوا بطريقة وصايبوها في الطيور ديالهم ورخيصة وما يبقاوش يشريو داكشي غالي بزاف هو على أنني نعطيهم ديروسيت اللي يمكن يصيبهم وطلعوا عليهم رخاص بيان سيغ البسكوي ديال اللوز اللي معروف بسكوي جوكون معروف بسكوي كاين البسكوي جوكون كاين داكواز كاين بسكوي داموند هنايا بسكوي داموند اللي هو بسكوي ديال اللوز اللي فيه ديك التعليكه زوينه مختلف على جواز؟ لا مختلف تماما هذا كما كيقولوا غش غني باللوز غني باللوز وفيه البيض وفيه السكر واللوز تيعطي واحد التعليكه زوينه واخا غادي يزيد يلدد مع المذاق ديال الشوكولاتة غير يزيد يعطي واحد المذاق هائل مع لاموس ومع الكلاصاج المقادير اللي تحضر هاد العجين ديال اللوز او بيسكوي ديال اللوز ولا بيسكوي ديال اللوز 120 غرام ديال اللوز مطحون بودر ديال 120 غرام اللوز يكون بالقشره ديالو يكشف لا هو من الاحسن تشري هذاك اللوز اللي كيكون مقشر بودر ديجا مطحون مثلا ملي الدار بغات تصوبو في الدار كتصيبو لها عندها لا ماشين اللي كطحن به كطحن تاخذ 120 غرام وكطحنها مزيان القشره ديالو بالقشره ديالو ولا بلا قشره ابيض انا جو بريفير على انه يكون ابيض باش يعطي واحد المنظر زوين بالقشره ديالو كيكون ما كيجيش مزيان في البسكوي 90 غرام ديال السكر سنيده الوغ 90 غرام ديال السكر سنيده و 120 غرام ديال ابيض البيض ناخذ البيض ونعبروا 120 غرام ديال البيض تماما شنو اخر 30 غرام سنيده 30 غرام سكر سنيده هذه باش غادي نطلعوا الابيض البيض توجور السكر غتشوفيه هنا جوج ديال المرات يعني غادي نطلعوا بيض البيض مع تماما فوالا واللي كتشوفي بيض البيض وكتشوفي واحد الكونتيتي صغيره ديال السكر في الروسيت توجور عارفه كتمشي لخدمه البيض باش كنفرقوا لها هذا درس خدينا اليوم مزيان تعلموا تشوفوا القياس ديال السكر قليل عرفوا راه غادي نخدموا به تمام ايوا طريقه طريقه بحال الشكل ديال ما نحتاجوش السكر حنا باش نحليو بسكوي ديالنا لا ديجا عندنا 90 غرام ديال السكر وديجا عندنا قولي لي ما غنحتاجوش السيرو واخا هذه نقدر نجاوبك على هذه هو انه بسكوي داموند ما كيحتاجش السيرو ماشي بحال الجينواز واخا يعني ما غنحتاجوش السيرو بصراحه الجينواز كتكون ناشفه ما فيهاش الميدم تمام ما فيهاش اللوز ميدم اللوز ميدم وكيكون معلك في الماكله ديالو كيكون هائل ما كيحتاجش السيرو قلنا 120 غرام شافيك بوشعب تبع معايا نشوف واش نقيتهم هما هذوك 120 غرام قلنا ديال البودره ديال اللوز ياك الا خديتوها جاهزه كان افضل بغيتو تطحنوها في الدار ممكن تاخذوها 90 غرام ديال السكر سنيده و 120 غرام قلنا ديال بياض البيض مع 30 غرام ديال السكر سنيده اللي غادي نوجدو بيه بيه تماما الوغ دونك الطريقه باش غادي نبداو الطريقه هو على انه اول حاجه نديروها هو على انه نغربلو اللوز والسكر اللوز والسكر 90 غرام ديال السكر الاولى اللي درناها غادي تغربلوه بجوج غيتغربلو جوج ديال الحوايج هو لانه باش يكون واحد باش يتخلطوا مزيان وثاني حاجه الا كانت شي حاجه زايده ما غاديش تذوب وهذا من الاحسن نحيدوها واخا
ثاني حاجة على أنه نطلعوا أبيض البيض مع 30 غرام ديال السكر. ثالث حاجة غادي نخلطوا الخليط الأول مع الثاني، يعني اللوز المغربي مع السكر وأبيض البيض اللي طالع مع 30 غرام ديال السكر. ديال السكر. هذا بجوج غيتخلطوا بواحد الطريقة بسهولة. يعني بشوية. غير بشوية باش ما يطيحش، لأن البيض ديال البيض كيكون طالع كيكون فيه لاغ بزاف. ملي كيكون فيه هو من الأحسن ما خصوش يتمونطا حتى الأخر ديالو، ما يطلعش حتى الأخر ديالو، يعني تكون فيه واحد الكونتيتي كبيرة. وحتى هذوك اللي بيلدير كيكونوا كبار بزاف. ملي كيكونوا كبار كيكونوا ساهل باش يخرجوا يفقدوا البرد. صح. هذاك الهواء ساهل باش يتفقد. من الاحسن على انه في البريباراسيون ديالو يكون دوميمون، يكون مونتي مي ماشي بزاف، باش يعطينا يخلي لينا الوقت فين نقدروا نزيدوا ليه حوايج اخرين. ملي غادي نزيدوا الخليط الاول على الثاني اللي هو اللوز المغربل مع سنيده على ابيض البيض اللي طالع بالسكر، غادي نوجدوا واحد جوج ديال السيركلات يكونوا صغار من السيركل اللي غنديروا فيه الكاطو ديالنا. باش ملي نحطوا السيركل اللي غادي نحدوا فيه الشكل ديال الطاط ديالنا، باش دابا راه موجودين كيتباعوا. غير الا باغي دير الكاطو ديالك على شكل قليب، شوف واحد القليب اخر يكون صغار منه شويه. صح. واحد يكون كبير على من تماما. غديروا على شكل ديال دائره. خذ واحد الدائره اللي هي صغر، سي لا ميم شوز. علاش؟ لان ملي غادي نديرو غادي نمونطيو فوق منه لاموس ما يكونش خارج برا، واخا باش يبقى المنظر مزيان. وغادي نحاول نعمر واحد الشيب ديال لاباتيسري، وغادي ندريسيو عن طريق بحال شكل ديال دائره. كنبداو من النقطه في الاول وكنبداو كنعمرو بشويه بالبوش، حتى كنعمرو الدائره، كنكافريو هذيك الدائرة كاملة. ولا القليب كامل. كنهزو هاد البسكويت ديالنا كنديروه في الفران كيكون ديجا سخون ما بين 50 حتى 180. البسكويت توجور كياخذ ما بين 20 حتى 30 دقيقة على حسب المقادير، يعني ما فيهش بزاف وهائل جدا ورائع وحسن من لا اكيد غيكون مذاق زوين. لو مخدوم غير بالبودرة ديال اللوز غادي يعطي واحد النكهة زوينة، وبيض ديال البيض غيعطي واحد النكهة زوينة. 30 دقيقة. علاش انا فهمتك انك ما خدمتيش بلا جينواز؟ لا ما خدمش بلا جينواز تماما. غتمشي مع المذاقات الاخرين اللي غادي نخدموا بهم زوج تماما. فاش غادي يطيب غادي نخرجو نخليوه يبرد واحد شويه. الا كنا درنا فوق البابي كويسو اللي هو هذاك الورق ديال اللي كنطيبو عليه، ولا كاين واحد لي سيبات هذوك الجلدات اللي يمكن يدخلوا الفران، وهذا كنحيدوه منهم وكنحطوه فوق واحد السيركل لي سيبور ديال الكاطو، وكنخليوه كيبرد على خاطر. اوكي، حنا سالينا مع البسكوي، بقات لنا هذيك الماده المقرمشه، هذاك الفاز اللي كيكون زوين وكل شيء كيبغيه، ولا ما كانش في الكاطو ما كاينش ماشي واحد. صح. لان كل شيء كيبغي يتلاقى مع هذيك التقرمشه في الكاطو، وهي سهله بزاف. 50 غرام شوكولا بالحليب. 50 غرام شوكولا بحليب. شوكولا اولي. و 25 غرام ديال الزيت. هذا الشكلات الابيض ياك. الشوكولا بالحليب هو الشوكولا اولي اللي كيكون ما بين نواغ وما بين بلون، كيكون قهوي. ايوه. 25 غرام ديال الزيت. 50 غرام ديال الفيتين. الفيتين هي واحد الماده مقرمشه معروفه بهذا الاسم بارتو في لوموند. الا ما عندكش هاد النوع ديال الفيتين يمكن دير كونفليكس نعوضو بها. اكزاكتومون. لانه حتى هو مقرمش. السر في على انه واخا غتاخذو غيبقى مقرمش هو على انه الشوكولا كتكافري. وملي كتكافري كتغطيه ما كتبقاش الميديتي كدوز، يعني كيبقى مقرمش. بار كونتر يعني ما غاديش يفزك، واخا تخلطو ما غادي تخافش منه. درتيه هو بوحدو، هو ملي كتشدو كيكون مقرمش، ولكن الا مساتو الميديتي كتمشي منه التقرمشه. حنا كنديرو ليه الشوكولا باش كيتكافرا. كنزيدو الزيت. كاين شي واحد كيقول لك علاش غنزيدو الزيت؟ بصح انا كنقول لان الشوكولا بوحدها ملي كتلاقى مع واحد البروده كتكرم وكتشد مزيان، وفاش غتبغي تقطع الحلو الكاطو ديالك غادي يتخسر، لان الموس ما كيدخلش الشوكولا بسهوله، غتجي قاصحه تما كيلينها شويه
وملي كتقطع كتقطع مقاده وكتقطع مزيانه ولكن كتحافظ على التقرمشه ديالها. علاش اشتريتي الزيت وما درتيش الزبده مثلا؟ حتى هي ماده. انا جو بريفير الزيت وسبيسيالمون الزيت اللي كيكون فيه ما فيهش الكوليسترول ياك الكوليسترول. زيت نباتي يكون زيت نباتي يكون تمام يكون فيجيتال يكون هو احسن وكيمشي مزيان لان الزبده فيها الماء. غادي تفسد لك شويه بيان سور. لان الزبده فيها واحد 20% ديال الماء ما يمكنش نديرو. وحنا مازال حنا الشعار ديالنا هو على ما هو ما خصش الماء يمس هذيك الماده. حيت هادشي من الامور التقنيه يمكن اللي انت ادرى غتستعرف الخلطه ديالك ولكن باش نوضحوا انت للمستمعات باش يفهموا علاش اختارينا الزيت وماشي الزبده. ماشي الزبده لان الزبده كيبقى فيها توجور نسبة ديال الماء غادي تخسر لنا يمكن داك الفيتي اللي حنا بغينا نوجدو. تمام حنا وجدنا دابا هاد المسائل هادي كامله. شنو المونتاج ديال لاطيغ ديالنا كيفاش غادي نحضرو؟ هاد الخليط هذا غيوجد كما بان لك على انه لي زانغريديون ديالو 50 شوكولا بالحليب و 25 زيت و 50 غرام ديال الفيتين ولا كونفليكس كيكونوا تخلطوا بواحد السهوله. يعني كنخلطوهم بواحد السهوله الشوكولا يكون دايب تماما. الشوكولا غتذوب وغتزيد عليها الزيت وتزاد عليها الكونفليكس وكيتخلط بواحد تماما. خلوه على جنب حتى هما غنخدموه. خلوه على جنب نخلوه على جنب ياك. شنو واش نديرو في شي بلاك هكا ونخليوه ينشف ولا نخليوه غير في كاسرول؟ غير يبقى في الكاسرول ديالو ولا يبقى في واحد ديال الزاج وهذا كاسرول ديال الزاج ويبقى الى جانب لانه ما غاديش يتجمع سير بلاص خاصو البروده. واخا يعني بلا ما تقلقش عليه. ما تخافش عليه. ما تخافش عليه. واخا نتمنى يكونوا مستمعات ام جيهان كتبه المراحل في الاخر باش نحصلوا على واحد لاطاق ديالنا ديال اعياد الميلاد بصحتكم وراحتكم بالنكهات ديال الشوكولا. ما تنساوش مستمعاتي بغيتو تتواصلوا مع الشيف بوشعيب مرحبا بكم معنا اليوم ديما شعرنا الشوكولا على ارقامنا 05 22 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. شي حاجه فاتكم من المراحل ديال التحضير ديالنا ديال لاطاق او ما فهمتوش شي حاجه حنا باقي موجودين ياك شيف. شوفوا الو ما هذا مكالمه نتعرفوا عليها. الو السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير اختي سمي لك يعني. اخبارك وشي على خير؟ الحمد لله. اهلا وسهلا الناس. معك شمال بالطوارئ الله يخليك بغيت نسولك على كاطات عيد الميلاد كنصورو بالشوكولات ما كيصدقش ليا كيتحرق ليا. غير باش نسمعوك غير بشويه حيت انت كتهضري غير بشويه وكتزربي بزاف. عرفت كنتوتر اول مره كنتصل بشي راديو سمحي. خذي راحتك خذي راحتك انت كتعيطي غير لعائلتك نشوفوا بعدا باسم كريم شكون معانا؟ حسنة من الصويرة. شنو قلتي حسنة ملي كتوجد قلتي لي لاطاق ديال لانيفرسير ما كتجيكش هي هذيك؟ اه ولا الشكلاط كيتحرق ما فهمتش؟ اه دابا كنديرها في الشكلاط وكتحرق ليا وما عرفتش كيفاش ندير لها واخا كندير لها الزيت كنطهن لاطا بزيت ولكن واخا هكا كتحرق ليا. واش لاطاق اللي كتحرق لك ولا الشكلاط اللي كتحرق؟ الشكلاط. الشكلاط اللي كيتحرق. اه ملي كتبغي تذوب حسنة الشكلاط تيتحرق. واخا حسنا غادي يجاوبك شاف بشعيب. شكرا على الاتصال ومرحبا بك معنا دائما ومرحبا بكل الناس ديال الصويره. هاد القضيه ديال الشوكولات ملي كندوبوه بزاف الناس كيوقعوا له واخا كدير فيه الزيت كتحرق. وهو الشوكولا عنده جوج ديال الاعداء. العدو الاول ديالو هو الماء والعدو الثاني هو الحراره المفرطه. العافيه مجهده بزاف. العافيه مجهده بزاف. بالتالي هو على انه من الاحسن هو على ان الشوكولا تذوب واحد العافيه مهيله بزاف وما يكونش هذاك الاناء اللي كيدوب فيه الشوكولات ما يكونش كيمس الماء. لان ملي حنا كنقولوا الباماري كنديروا الماء ولكن توجو خاص يكون واحد الفيد واحد الفراغ ما بين باش الشوكولا كتسخن بالبخار. صح. الى كان الكونتاكت ديريكت يعني هذاك الاناء كيابسوربي واحد الحراره ديما نفضلوا يكون واحد كاسرونه اخرى اللي كتحميه يعني ما يكونش معرض مباشره للعافيه. ما يكون هو ما خصوش يكون معرض مباشره للعافيه وخاص هذاك الكاسرون اللي كيكون فيها الماء يكون الماء بعيد على القاع ديال الكاسرونه اللي فيها الشوكولا. ما كيتوشيش ما كيوصلش. ما خصوش يقيس الماء نهائيا. ما خصوش يقيس الماء ما يقيسش الكاسرونه اللي فيها الشوكولا. واحد الكاسرونه شاف يمكن غتفق معايا تكون نوعيه مزيانه تكون اصلا ما كتلصقش. وهي ما عمرها غتلصقوا. دابا شنو كيوقع؟ هذا المشكل كيوقع في الشوكولا بزاف وشوكولا بلون غالبا المشكل كيوقع هنا. شوكولا نواغ ما كيتحركش لانه كيقدر يتحمل طومبيراتور واحد درجه حراره طالعه ياك واخا تمشي ليه لوكو ولا زدتي ليه بزاف هذا من رجع. علاش هذا الشيء كيوقع في شوكولا اولي وبلون؟ لان شوكولا اولي فيه البروتين اولي وشوكولا بلون فيه البروتين تا هو وهادو جوج هاد الماده ديال الحليب اون بودر الحليب غبره اللي كاينه في الشوكولات كتوقع واحد الكواغيلاسيون قبل ما كيتحرق
كيوقع واحد الكواغيلاسيون بحال شكل ديال الاومليت. الا لحتي بيضه في واحد الاناء واخا يكون الباماري راه غادي يطيب سي لا ميم شوز. هو لانه هذيك الكواغيلاسيون هذاك التجمد ديال 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 البروتين هو اللي كيوقع، ولكن ملي كيتجمد وكيلصق على الاناء مع المده ديالو كيتحرك. اش كيوقع للناس اللي ما عارفينش على هذه المشكله؟ كيبقاو كيحركوا فيه ولا كيبقاو كيشوفوا فيه كيسحبوه ما دابش، لا هو راه داب وبدا كيتحرق. بدا كيتحرق او كيزيدوا فيه الزيت باش كيتطلق. كيبقاو يزيدوا الشوكولا ما كتحتاج الزيت، ما تحتاجش الزيت الا شي شوكولا اللي كتكون لاكاليتي ديالها هابطه. من الاحسن هو على انه يذوب بواحد درجه الحراره مهيله مهيله. واخ شاف بوشايب اش دار لك؟ دابا فتحنا خطوطنا واكيد المستمعات بزاف غادي يبغيو يسولوا كل واحد السؤال ديالو. نسولوا سؤال ثاني ونسمعوا. الو السلام عليكم. الو صباح النور لاله، مرحبا بك. لاباس عليكم شاف؟ لاباس، اهلا وسهلا. الله عليك اسيدي. الله يخليك. بغيت نسولك على دوك لي دوم لي دوميستيغ اللي كيديروا في لي كاتو سواري. الو الو كنسمعك لاله، فسري لي اكثر. كيتشطوا فوق لي بيسكوي ما طايبش. الو فهمتي سؤال شاف؟ لا ولا سؤال كرش قطع. لا ما كرش قطع. دوك لي دوم اللي عامرين بليموس وداك الشيء اللي كيديروا في لي كاتو سواري. اييه وكيتحطوا فوق البسكوي ما طايبش. فوق البسكوي ما طايبش؟ ما طايبش. كيفاش البسكوي ما طايبش؟ بحال هكا فيتين مع مثلا لوز مرمش مع شي صابلي. وي يعني كيتحطوا في شي حاجه فوق شي حاجه مقرمشه، ماشي هو ملي كتقول شي حاجه ما طيباش يعني شي حاجه تابعه الطياب. وبغيت واحد لوغو كيجي في الصابلي وفي الغريبات، يعني واخا كنعياو ما نديرو النكهات ما كيجيناش بحال لي باتيسخي. صابلي وغريبه. غريبه دابا انت كتقلبي على هذيك لاموس اللي كتكون الفوق. لوغو غريب وصابليات غريبين. دابا انت كتقلبي على هذاك هذوك لي بول صغيورين اللي كيداروا فوق منه، ولا كتقلبي على الـ على لا باز على هذاك الشيء اللي كيكون تحت ديجا ناطي؟ هذيك لي دوم كاملين، يعني هذاك لي دوميستيغ عامر بالكلاصاج ديالو، مثلا كتلقى بريون مثلا فيه بحال العافيه فيه يعني زوين، واحد الكلاصاج ميغوار يعني زوين داك الشيء. حنا يلاه درنا كلاصاج، هذا الكلاصاج اللي درناه ديال ديال الكاطو سمعتو هذاك هو نفسه هو نفسه تقدري تخدمي به حتى لي كاطو. غير خصك واحد القضيه ديريه هو لانه لاموس ديالك الا بقيتي معنا حنا غنديروا لاموس وشوكولا. هذيك لاموس هذيك لاموس غديريها في اللي في السيليكون اللي كيكون على شكل نصف دائره بحال شكل بومبي صغيورين وكتدخلي من الكونجيراتور، ولكن ان فوا تخرجي من الكونجيراتور خصك تاخذي واحد الفورشيط باش كتخشي هذاك راس الفورشيط ديالك في هذيك الشوكولا اللي كتكون بومبي وكتدخلها يعني على قياس دائره في الكلاصاج ديالك وكتحيدها باش كتهز غير الكونتيتي اللي خاصها باش تغطى من الفوق وكتحيد تحطها عاوتاني باش تردها للكونجيلاتور، ومن بعد كديرها فوق من هذوك البسكوي اللي قلتي لي انت ما كيطيبوش لانهم كيكونوا اباز ديال سواء الفيتين والشوكولا سواء صابلي بروتون سواء صابلي عاديه مقطعين. اوكي الا كان شي تساؤل ديالك مرحبا بك، راه توجور لاباج ديالي راه مفتوحه دريم شوكولا ولا ان شاء الله. وداك الله يخليك شعيب مرحبا بك. لو كتجي في الحلوه الله مرحبا. واخا لاله شكرا لك بزاف على التساؤل، وحنا ديما ملي كنذوقوا شي حاجه كتبقى لاصقنا في البال ديما كنقولوا شنو السر ديال النكهه شنو، خصوصا بين هاد اللي ذكرات المسامعه ديال صابلي بعد كثر كتجي مختلفه تماما. واخا كتوجد اي حاجه لي زانغريديون ملي كتزيد هذه على هذه توجور كتوصل لواحد المذاق اللي كيكون فريد. هذا هو فين كتبقى الخبره كتلعب والاكسبيريونس وحتى اللمسه ديال الشخص. لكن وليتو كتحمقونا في هذه النكهات وهذه الاختيارات، ما بقى لي حدود يعني ديال ديال الحلويات خصوصا الشيء ديال الحلوى الصغير ما بقاش عنده. وتماما لان عالم الحلويات هو عالم غير محدود وهو سفير بالنسبه لبزاف ديال الدول. ففرنسا مثلا وصلت على انها ولا كويزين هي من السفاره. شيخ من الحديث انا وياك وهي مكالمات قطعات كنبغي نسمعوا سؤالها فنقول له سمح لنا تعاود تعيطينا ايميل على نفس الارقام 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. مرحبا بكم معنا على ارقامنا دائما المعتاده وشكرا لكم على اختياركم اذاعتنا فهم برنامج اللي محضر معنا الشيف بوشعيب. غادي نمشيو ناخذ سؤال. الو السلام عليكم. السلام عليكم لاله. وعليكم السلام اهلا. كيدير لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. كيدير الشاف صافا كلشي مزيان؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. تحياتي. شاف. وي مرحبا.
الشفت راه هارد مذكوره ما كيصدقش ليا راه عييت معاه. هاد المره غادي يصدق. خديتي لا روسيت. والله ما كيصدق بالمره بالله ما عرفت علاش. هاد المره غادي يصدق غير ديري لا روسيت ديالك مزيان. وطيبي في الفران يكون تكون العافيه ديالو مهيله ما تخطريش عليه. وي مرحبا. اشاب. وي مرحبا. اشمن درجه ديال العافيه ديال الفران؟ ديري 150 وكوني هانيه من هذا الجانب. 150 درجه. ما عرفت الله ما عرفت واقيلا انا ما عنديش الزهر مع اختي سميه. بلا عجباتي بعدا متفائله وخا كنضحك. غادي شحال حرقتي من طاطا قولي شحال حرقتي من كيكه شحال. نعم حبيبتي كنسلوك. قلت لك اختي سميه انا واقيلا ما عنديش الزهر مع هذا المسك وحق الله العظيم عييت معاه ما كتصدقش مره. كيتحرق لك ولا ما كيجيكش في المذاق اللي بغيتي؟ كتحرق لي الشوكولا. كتحرق لها شوكولا وعلاش كتخليها تحرق الشكلاط؟ خلي عينك عليها وهي كذوب. انا كنخلي عيني عليها ولكن ملي كنجي ملي كنجبد الشوكولا من الفران كنلقاها هي تحرقت بلاكس مارس علاش. ولكن الشوكولا اش كدير في الفران دابا؟ واش تيهضر واش كدوبيها في الفران؟ انت كدوبي الشوكولا في الفران؟ لا ما خصكش تذوبي في الشوكولا في الفران لان الفران كتكون فيه 150 درجه. كتذوبي في الشوكولا على 150 درجه الشوكولا خاصو يذوب في 41 درجه حتى ل 50 درجه. هذا هو الحرام عليك. حرام عليك. الشوكولا مسكين ماشي المشكل مسامح كريم. ها قول لي الشوكولا اش داير لك؟ ماشي بنات انتقمت منا مسكينه 150 درجه حرام عليك. كيفاش؟ دابا شوف الطريقه اللي قال لك الشيف ديالنا ابو شعيب طريقه سهله. الشوكولات ما كتحملش حراره بزاف غير بالمال. شكلاط واش من حراره الشكلاط؟ واش من درجه الحراره ديالها هي؟ الشكلاط الشوكولا بلون الشوكولا البيضاء ذوبيها في 40 درجه والشوكولا بالحليب في 45 درجه ياك؟ والشوكولا السوداء ذوبيها في 50 درجه. ما تفوتيش هذا الشيء. ولكن الشوكولات البيض راه يقدر يتحرق لك الا نسيتيه فوق من الباماري. واخا دايره الباماري واخا دايره غادي يتحرق لك. ولا شتيه تجمع غير حيدو من فوق غير شويه بدا يسخن حيدو بقى كتخلطو بشويه بشويه وعاود ردو عاود ثاني. هذه القضيه اللي كديرها عرفتي شنو؟ الفران سخون سخون حنا كنشعلو باش نزوجتو لاطا كنقول لك كاين الحراره ندوبو فيه الشوكولات فهي كتنساه فكيتحرق ليها كيتحرق. نتمنى تكون خدات الفكره معنا. نخدمو كلام اخرى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح النور لاله مرحبا بك. لاباس عليك دابا؟ مرحبا الحمد لله مرحبا بك. غير بندوي مع شاف صاحب على حساب ما كيصدقش ليا الشوكولاته كنديرهم فوق البوطه كيتحرق ليا. ها اللي قلنا ها اللي قلنا نفس السؤال نفس المشكل. كديري فوق البوطه ديريكت في كاسرونه وكتحطيه فوق البوطه ياك؟ اها الشوكولا ديريكت مع العافيه ديال البوطه. لا ما خصكش ديريه ديريكت. الشوكولا ما كيتحملش العافيه ديريكت. الشوكولا خصك ديري في اناء بوحدو وتشوفي واحد الكاسرولة اخرى ديري فيها الماء وتخليه تيغلى وملي هذاك البخار ديالو عاد حطي الكاسرونه ديالك وضروري الكاسرونه اللي فيها الشوكولا ما خصهاش تمس الماء. القاع ديالها ما يوصلش الماء يكون بعيد. خليه واحد شويه الفرق ما بينه وبين الماء. وحركي وما خصكش تخليه عاوتاني مده طويله. راه ماشي توجور الشوكولا غيتحمل درجه حراره فوق من الباماري واحد المده طويله واحد الخمسه ديال الدقائق وانت كتحركيه باش داك الشيء اللي ما ديبش يهبط لتحت واللي يديب يطلع لفوق وبالتالي غتكوني ذوبتيه وما حرق ما حرقتيش. مفهومه الفكره؟ اتفقنا ان شاء الله نتمنى ما تعاوديهاش مره اخرى. الشوكولاته ما تحرقش ما كنت مشكل وتهلاي في الشوكولا. شكرا لك بزاف لاله مرحبا بك. على حسب كذلك حتى النوعيه الشوكولات اللي اختارينا ياك شاف كاين اللي كيكون قطع كبيره كاين اللي كيكون قطع صغيره. دابا ولا كيسهلوا لنا كاع كيوليو صغيرين حبيبات صغار مزيانين. هذوك ساهلين هذوك ساهلين كيسهلوا ندوبوا غير نفس الكميه والباقي حنا كنحركوا راه كيدوبوا كنزيدوا. من الاحسن تاع الشوكولات اللي كان طروفه كبار بسكين يتقسم طريفات صغيورين ويدوبوا بزربه في مره واحده. واخ نكملوا لا تاخ ديالنا ماشي مشكل. مرحبا لاموس. حنا وصلنا لاموس دابا وجدنا الكلاصاج وزدنا البسكوي وزدنا داك لافاز كرانشي اللي كدار ولا داك القرمشه الدخلانيه ديالها. القرمشه الدخلانيه راها واجده محطوطه كتسنى دابا العروسه.
كيفاش غنزينوا العروسه؟ هي لاموس. هي لاموس. كلشي على لاموس. واخا وجدنا هادشي كلشي كيبقى لاموس هي هي السر في الكادو. باش باش تكون تعجب الوليدات. انا توجور جو بريفير على انهم يكون الشوكولا اسود بزاف، لان بزاف الناس كيهضروا بيان سور كنا كنهضروا على الشوكولا مزيانه مزيانه، والشوكولا المزيانه هي 70% وكثر باش كتكون، ولكن كتكون مره ما كتعجبش الوليدات. المذاق ما كيجيش حلو بزاف. ما كيعجبش الوليدات، من الاحسن تكون تكون خفيفه شويه. ولا 25% من هذيك الكونتيتي اللي غنعطيكم دار شوكولا اولي باش تهبط اللوغو شويه، ما يبقاش ديك المروره. كاين بزاف الناس ما كتذوقش ديك المروره بزاف. غالبا الوليدات، غالبا الوليدات. حنا نديرو الوليدات جيهان ثلاث سنين. جيهان جيهان ما ديرش الشوكولات يكون قاسي. يلا جيهان غادي نديرو لك داك الشيء اللي غادوق ديالك. اها شمن نوع الشوكولات نصحنا شاف ناخذو؟ الشوكولا 55% موجوده دابا في لي كرون سيرفاس بزاف موجوده، يعني 55% مزيانه بالنسبه للوليدات. وهذه شحال الكميه اللي غناخذو؟ كميه 230 غرام ديال الشوكولا اسود، 230 غرام ديال الشوكولات واحد اخر اسود غادي نلوبو تما. 70 غرام ديال الحليب، 70 غرام ديال الحليب، 150 غرام ديال القشطه الطريه، 35 غرام ديال السكر. سكر رو، هذاك السكر اللي كيكون شويه، هو اي سكر تقدر تستعمله، غير انا كنعطي لا روسيت اللي بغى يدير يطبقها كما هي باش تعطي داك الوجه الرفيع ديال السكر اللي كيكون بحال شكل كاسونات. الا بغينا نقولوا الكاسونات يمكن تستعمل واحد 35 غرام هذه باش غادي تمونطي البيض. وسبعه ديال الابيض البيض، سبعه ديال الابيض البيض، سبعه ديال الابيض البيض. اوكي نعاود المقادير، نعاود المقادير. اذا هذه قلنا العروسه خصنا نركزوا معاها مزيان، خصنا نركزوا معاها مزيان حتى نوصلوها عند الكلاصاج. ياك جي تقدر تكلب وحده مثلا درناها في الدار كويسات، وتكلب وحدها تمام. ولكن على خاطر جيهان غادي وجدنا لها كل شيء. حنا نذوقوا بلاطه. 230 غرام ديال الشوكولا اسود، 70 غرام ديال الحليب، 150 غرام ديال القشطه الطريه لا كريم فريش، 35 غرام ديال السكر سنيده اذا كان الكاسونات مزيان، 7 ديال الابيض البيض. الطريقه الشوكولا الدوب في واحد الاناء ديال الزاج ولا اناء عادي يكون على شكل دائري، وهذا باش التخليطه يكون مزيان. غنضيفوا ليه الحليب والقشده الطاريه من بعد الغليان ديالو. من بعد غادي نخليوه يبرد واحد شويه، وغادي نطربوا ابيض البيض مع السكر. ياك المرحلة التالية هو على انه غادي نضيفوا ابيض البيض الى خليط الشوكولا داك اللي ذوبنا. غادي نضيفوا ابيض البيض هو على انه ملي غادي تزاد الشوكولا على الحليب مغلي هو ولا كريم لا تمبيراتور غتكون طالعة، من الاحسن نخليوها تتبرد شويه. 40 درجه مزيانه، وقل من 40 درجه ماشي مشكل، ليسونسيال هو تبرد. علاش؟ لان البيض ديال البيض فاش غيكون طالع يكون حساس شويه الحراره، يعني كيطيح وما كتخلطش ما كتحصلش على هذيك لاموس، لكن النتيجه اللي بغينا لديك لاموس اللي طالعه. من الاحسن يبرد واخ تماما. نرجعوا كيف ما قلنا، هو لانه الخليط الاول اللي هو الشوكولا دايبه تزاد عليها الحليب والقشطه الطريه مغلى، خليناه الى جانب في لاكوزين ديالنا حتى برد شويه. 40 درجه مزيان، اقل من 40 درجه ما بين 30 و 40 جيد. نضربوا ابيض البيض مع السكر ونضيفوا نقسموه، ماشي نقسموه وانما ملي غنبداو نخلطوا غنخلطوا على عن طريق ثلاثه ديال المراحل. نوب الاولى غناخذوا الثلث الاول غنزيدوه، غادي نخلطوه مزيان مع الخليط الاول اللي هو الشوكولا توجور الحليب والقشطه الطريه. عاود نزيدوا الثلث الثاني ومن بعد الثلث الثالث، كيتخلط كيعطي واحد لاموس اللي هي هائله، وواحد اللون ديالها زويوان الشوكولا، وواحد اللوغو هو مزيان. كان لوحوا فيه واحد
شويه ديال الملح باش كنسمو لان الملح توجور بزاف الناس كتوازن المذاق قاش من الحلاوه ديال الشوكولات والسكر بزاف الناس كيسحبوا الملح الدور ديالها هو باش كنملحو مي ملي كدير كاطو كتلوح فيه الملح يعني كيطلع واحد لوغو هائل تماما كنشدو هذا الخليط ديالنا كنحطوه الى الجانب كنرجعوا كنرجعوا للمرحله الاولى اللي بدينا هو البسكوي البسكوي كيكون محط في هذوك القليبات صوب هذاك اللي خليناه حطينا حيدناه من القليبات الاولين ولا من السيركلات الاولين اللي طاف فيهم ودرناه في سيركلات كبر منهم شويه باش يبقى هذاك لو فيد اونتخ لي بوغ هذوك كيفاش غنديروا الطبقات ونخدموا وداك الساك اللي غادي يعاوننا يثبت لنا الشده ديال لاطاسيه غادي ناخذوا هذاك الكرانشي هذاك الخليط المقرمش اللي هذا غادي نسرحوه فوق من البسكوي الاول اللي كيكون في طبعا ما تنديروش لاموسين لا نديروا ذاك المقرمش هو الاول المقرمش هو الاول فوق من البسكوي كنقادو كناخذوا لاموس كنوزعوها كنعاودوا ناخذوا تغطي جميع البلايص وتكون في نفس القياس ونفس المستوى كنشدوا البسكوي الثاني كنديروه فوق منه في الوسط وكنعمروا عليه بلاموس وبالتالي غنكونوا وصلنا لفوق ديال المول ديال هذاك السيركل ولا هذاك القليب اللي دار كنشدوا السباتولا ديالنا وكنحاولوا نقادوا مزيان باش نعطيو واحد السيرفاس اللي هو متقاد مزيان كنهز كنديروا واحد السلوفان بابي ديال البلاستيك وكندخلوا الكونجيلاتور ما كنديروش كلاصاج شيف لا ما كنديروش كلاصاج بيان سيغ ما كيداش حتى كيقبط راسو ديك لاموس كتشد مزيان تماما شو كندخلوا الكونجيلاتور ولا غير الكونجيلاتور واخا شحال ديال الوقت المجمد انا كنصح على انه يبات يبات بحال غدا لا لان غالبا الناس اللي عندهم ثلاجه في الدار هي ثلاجه عاديه ماشي حنا كنستعملوا بارفوا لي سيرجيراتور ولا لي كونجيلاتور اللي كيكونوا كيقدروا يوجدوا داك الشيء في ربع ساعه ولا في ثلث ساعه ولا هذا مي ثلاجه عاديه يبات غدا غيصبح كونجلي مزيان غيتحيدوا هذوك لي سيركل من هذا بيان سور الطريقه راها اما واحد الشيفون يكون نقي ويكون فازق بالماء سخون يدوز على هذاك السيركل اما يكون عندك هذا كيعاوننا نهزوه باش يعاوننا ما يخسرنا الشكل ما يخسرش لنا الشكل ويعاون على انه لا انا جايه باش نتعلم هاد التقنيه هذه مرحبا بك صافي لاتولي ديالك غادي نتعلمو كيفاش نوريهم بصوره ان شاء الله المراحل ديال تحضير هاد لاطاسيه كامله تمام ومن بعد كيبقى الكلاصاج كنهزوا لي سيركل ديالنا كنهزوا الكاطو ديالنا كنحطوه في واحد الشبيكه كنفرشوا لتحت شي حاجه باش الكلاصاج ديالنا غادي الكلاصاج ديجا الا كنا خليناها باتت راه خاصو يبات في الثلاجه خاصو يعاود يسخن ما يسخنش بزاف باش ما يذوبش لينا الكاطو داكشي اللي بردناه ما يذوبش داكشي اللي بردناه ما يذوبش غير يطلق كيبان على انه راه يمكن الا خويناه غادي يهبط كنخويو على لي كاطو ديالنا كنحاولوا نمشيو شويه باش نوزعوه مزيان ما يبقاش الفوق تنهزوا الكاطو ديالنا كنحطوه في واحد السيركل اللي كيكون دوغيك زويون وكناخذوا شويه ديال الفروي ولا هذا يكون بحال قلت لي ديكوراسيون ان شاء الله طريقه وتكنيك غادي توريهم من الصور هادشي غادي يبان في الصور رجعوا في الفيديو باش يورينا كيفاش نزوقوا في الفلاتولي ديالي لا يعطيك الخير شاف بوشعيب انا كنشكرك على الكرم ديالك شكرا لك بزاف على حضورك شكرا على الكادو ديال الشوكولا اللي جبتيه كل ليكيب ام اف ام اليوم راه داقوا وقال لي برافو عليه تبارك الله فنان قلت لهم ما شاء الله عليه مذاق وشكله طلع من بالك ما عندي ما نقول شكرا لك على الكرم ديالك وكنحيي اكيد كل من تواصلوا معنا كل من سمعنا صوتهم كل ما قدروش كادر كيتواصلوا معنا ولكن كانوا معنا بالسمع فكنقول لهم شكرا للمصممين بالقلب على الوفاء ديالهم ساره كذلك على صفحتنا الفيسبوك قالت لك شكرا لكم على الاختيار لا تخطيم جات في الوقت ديالها انا غنحتفل بعيد ميلادي الف مبروك يا ساره وان شاء الله لكل من كيحتفل بعيد ميلاده الف الف مبروك تفرحوا وتعاودوا زينب زبيري اليوم عيدها يلا زينب تاهي كذلك عيد مبروك واحمد بداو كيبانوا شتي الاعياد الميلاد يلا كنتمنى لهم ان شاء الله طول العمر بصحه وسلامه وياخذوا هذا الكاتو هذا ويجدوه مع الاهل ديالهم بصحتهم وراحتهم شكرا على الكرم ديالك شاف بوشعيب ومرحبا بك مره اخرى ان شاء الله في بلاتو برنامجنا لاله فاطمه وتراقبوا ان شاء الله الفيديو غادي يكون اكيد على قناتنا على اليوتيوب مرحبا انا في انتظاركم وانتظار المستمعين الكرام والمشاهدين شكرا لكم مستمعاتي مستمعي